هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تحط رحالها في محافظة البريمي، هدفها توثيق الرواية الشفوية لحفظ الذاكرة الوطنية. يأتي ذلك تواصلا للجهود التي بذلها الفريق التابع لدائرة التاريخ الشفوي عبر مروره على مختلف محافظات سلطنة عمان، حرصا منا على أن تطلع المقابلات بجودة عالية، لأنها هذه المقابلات ليست للآن طبعا وإنما للأجيال القادمة، فضرورة أن تكون هذه المقابلات ذات جودة عالية. لذلك الفريق مجهز بأحدث الأجهزة التقنية سواء في الكاميرات أو في أجهزة الصوت وكذلك مكسرات الفيديو. شخصيات متنوعة جرى اختيارها لتوثيق العديد من الجوانب، شخصيات لعبت دورا مهما في عدد من الجوانب الاجتماعية منها والثقافية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، ومنها من عاصر التطور الذي شهدته السلطنة، جاء ذلك عبر مقابلات وحوارات عديدة. دخلت في جيش عمان تاريخ 21/6/56 في صحار في منطقة اسمها كشمير صحار، وظليت 3 شهور في التدريب، ومن بعد خرجنا جتنا دعوة أن ندخل نزوة. فريق العمل اعتمد على منهجية حفظ التاريخ الشفوي وفق الأسس العلمية المعتمدة في هذا المجال، فهو لا يقل أهمية عن الوثائق المكتوبة، أهميته تبرز في حالة عدم وجود وثيقة مكتوبة أو تاريخ مدون عن حدث معين، أو في حالة عدم تناول المصادر المدونة لهذا الموضوع بالتفاصيل المطلوبة. الهدف الأساسي هو توثيق الرواية الشفوية العمانية، لأن هذا المشروع بالتحديد هو مشروع وطني لحفظ الذاكرة الوطنية العمانية، وبالتالي نبحث عن الشخصيات البارزة سواء في الحقبة الماضية أو حتى في الوقت الحالي. المشروع يتناول كافة المجالات. توثيق الرواية الشفوية لحفظ الذاكرة الوطنية مشروع وطني لم يقتصر على محافظات سلطنة عمان، بل تعدى ذلك إلى توثيق تاريخ الوجود العماني في عدد من المناطق مثل شرق أفريقيا. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة بريمي.